عندنا 3 شغلات مهمة لازم احنا نعرفها عن واقي الشمس. يحتاج مساحة سطحية كافية للامتصاص، يعني لازم اني اخليه رقم 1 قبل كل المنتجات، لازم اول واحد لان هو ما يحتاج اي بارير بينه وبين، يعني ما يصير اي حاجز بينه وبين واقي الشمس. ثانيا يحتاج كمية كافية حتى تخليها وتحمي بشرتك، يعني لازم احنا نخليه على قد اصبعين. ثالثا يحتاج وقت كافي للامتصاص حتى يشتغل، يعني لازم تخلين على الاقل 10 دقائق تنتظرين قبلها يلا تطلعين برا، ما يصير تخليه مباشرة تطلعين قبل الشمس. يحتاج فترة تفاعل للبشرة. نحفظ هاي الـ3 شغلات حتى والشغلة الرابعة لازم اكررها، يعني اني 3 ساعات وراها لازم يعني اكررها، مو اخلي واقي الشمس الصبح وبعدها خلاص انا اقول ايه انا خالية واقي الشمس وارجع اشوف نفسي دا اسمر. ليش دا اسمر؟ لان اني ما محافظة على هاي الـ3 نقاط او الـ4 نقاط، كلها تأثر.